وفضل رمسيس ماشي في الصحراء، ماشي في الصحراء، ماشي في الصحراء، يطلع له أسد يقتله، يطلع له غزال ياكله، يطلع له حصان يركبه، يطلع له كلب يعضه، يطلع له ناموس يقرصه. كلب ايه وناموس ايه؟ كلب ايه وناموس اللي هيطلعوا له في الصحراء يا اهبل؟ ايه دول؟ ما انت لسه مطلع يا عم اسد وغزال في الصحراء، انا قلت لك حاجه؟ اهي لمطتك دي بقى اللي هتخليني مش هكمل لك اي حاجه. لا 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 انا اسف يا دول، انا غلطان، انا اسف. كمل يا دول، كمل والنبي. ياد انا بفيدك ياد في التاريخ ياد. المهم بقى، فضل رمسيس ماشي في الصحراء ماشي لغايه ما وصل لمدار رمسيس. لقى تمثال رمسيس، اتاكد ان هو ده الميدان، دخل المحطه، ركب القطر بقى الفرعوني يالا، ها، وداه لغايه الاقصر عند عيلته بقى تلم مع عيلته. عيلته دي يعني اللي هي الاسر يا دولا، زي الاسره اللي هي ال 17 والاسره ال 21 وكده هون. يخرب بيتك، ابتديت تفهم يا ده رمز اهو. الله، تلميذك يا دولا، تلميذك. المهم بقى لما عيلته بقى اللي هم ايه، اللي هم نفرتيتي بقى، على توت عنخ امون، على خوفو، على العيال دي كلها، واخد بالك، وراحوا خدوا حته ارض بقى من المحافظه وبنوا عماره فرعوني ضخمه كده اهو على النيل بقى في 6 اكتوبر، كانت زراعات لسه صحرا بقى، واخد بالك، وراحوا عاشوا بقى كلهم بقى هناك في العماره، وقاعدين مع بعض بقى لم شمل الأسرة يعني كلها. يا دولا، يعني الأسرة الأولى كانت ساكنة في شقة واحد، والأسرة التانية كانت ساكنة في شقة اتنين وكده هون يعني، صح؟ يا ده انت تدرس تاريخ بعد كده يا برافو عليك. رمسيس بقى كان ساكن في شقة 12 عشان هو الأسرة 12، بس كان هم بنيين العمارة على شقتين، فهو كان ساكن في السادس بقى. السادس دي عالية قوي يا دولا، معلش بقى، ما هو الاسانسير برضك بيسهل. اسانسير يا هبل، ياد ايام الفراعنه من يجي بتاع 300 سنه على الاقل كان في اسانسيرات يا عبيد. امال يا دول، امال ايه؟ كانوا بيطلعوا ازاي وينزلوا ازاي دول؟ ما عشان كده بقى يالا اخترعوا المسله، يحطوا المسله قدام العماره الفرعوني، يجي مثلا رمسيس رايح الشغل، مراته تحضر له الفطار وبتاع، يقول لها سلام عليكم كده، ويقوم ايه نازل واخد طرف المسله من فوق ويقوم الزحلق نزل على تحت، خد بقى العجله الحربيه اللي هي العربيه بتاعته دي، وطالع بقى على شغله في الوزاره وبتاع. الله يا دولا، الله. طب ويا دولا لما بيخلص بقى شغله ويجي مروح بقى يطلع ازاي؟ ما بيرجع بالمسألة بيرجع في الاسانسير بيطلع في... ولا اهلا مطك دي اللي ولا مش هحكي لك حاجه تاني. يلا يلا، ايه دول؟ انا عايز استفسر، بيطلع ازاي؟ انا قلت افيدك يلا، وانت مش عايز تستفيد اطلع بره. يلا دول عايز استفسر بقى. ما تستفسرش، اطلع بره. خد 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 خد، تعال تعال تعال. عايز ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ بس يلا، غور بقى من وش، غور من وش. واما تيجي هبقى احكي لك يلا بتاعت اخناتون يلا. انهي دي يا دول؟ اللي هم كانوا سايبه مش عايزين يجوزوه، اللي هي البت اللي كان بيحبها وبتاع. يلا اتكل على الله، بره يلا. انا الدكتوره هبه المنصوره. اهلا وسهلا حضرتك دكتوره، انا مش عيان يعني. I'm a psychiatrist حضرتك، وبدور عليك من زمان. يعني ايه؟ يعني دكتوره نفسيه. دكتوره نفسيه حضرتك؟ طب وانا مجنون يعني ولا ايه؟ لا حضرتك فاهمني غلط، دي الشهادات اللي بتثبت ان انا متخصصه في علم التعايش. شهادات، واضح ان انت مقدمه على وظيفه. لا العنوان غلط حضرتك. مش حضرتك الاستاذ عادل سعيد؟ الله، ده انت عامله تحريات عني بقى. لاني عاوزاك في موضوع خطير. موضوع خطير ايه؟ هنهرب اثار ولا ايه؟ بعدين دلوقتي هدرسك. تدرسيني ايه حضرتك؟ هو انا كيمياء عشان تدرسيني؟ لا حضرتك راجل وعايش مع ست ستات، يعني قمه في التعامل مع التعايش. مع التعامل مع التعايش، بعد اذن حضرتك، يعني انا مش فار تجارب عشان تعملي عليا دراسه حضرتك. يا يعني استاذ عادل، انا بألف كده. وانا مش صاحب مطبع، مين اللي قالك عليا؟ ولاد الحلال هم اللي دلوني عليك. دول مش ولاد حلال، دول ولاد حرام. وشخصيه سايكوباتيه كمان، ده شيء هايل هايل. سايكوباتيه لعلمك بقى، انا ممكن اقلب شخصيه بتنجانيه وممكن اتهور على اي. لا انا هتهور عليك هنا. تهور على مين؟ انت مين حضرتك؟ اشتريت تمثال قط ابيض، اروح البيت الاقيه اسود. اسود ايه وابيض ايه؟ اكيد حضرتك كان معاك حاجه سودا بقى قعدت عليه. لا انتوا اساسا مستقصديني. يا عم مستقصدينك ليه؟ بقول لك ايه، مفيش تمثال واتكل على الله. لا اطلع بره. لازم اخد حقي. تاخد حقك يعني ايه؟ مفيش حق واطلع بره بدل ما اضربك. انت بتسوقني والله العورة. تعور مين؟ تعال ورينا تعورني ازاي. طبعا انت هتشهدي باللي انت شفتيه. ما اضمنش. يعني ايه ما تضمنيش؟ انت جاي تتعلمي الندله عليا ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ابوس ايدك. هو انت كنت وافقت اني ادرس حالتك؟ انا سامعه انك عايش في وسط ضغوط كتير. ايوه بس الضغط المره دي ممكن يدخلني السجن. يا عم السجن للرجاله. يعني ايه؟ يعني انت مش هتشهدي معايا ولا ايه؟ مصلحتي فوق كل شيء. ماشي، عموما اللي ملوش اهل الحكومه اهله. انت المجني عليه؟ ايوه يا باشا انا المجني عليه. مش بكلمك انت،
ايوه يا باشا انا المجني عليه اللي قدامك ده اهو انقض عليا زي الفك المفترس. بص سيادتك بيقول لك ايه، بيغلط او الحق بان له واحده وسبحان الله الحمد لله، يعني بيقول لك الفك المفترس. ومن المعروف ان حيوان الفك المفترس حيوان مفترس يعيش في البحر الاحمر، وبهذا الواقعه حصلت في البازار، وبهذا يكون هذا المتهم اتجن عليا. والسلام عليكم. السلام عليكم. استنى هنا، تهجمت عليه ليه؟ حضرتك انا ما تهجمتش عليه، ده هو اللي دخل عليا البازار وهو اللي تهجم عليا الاول. سيادتك يا باشا هو اللي تهجم عليا الاول يا باشا. والله يا باشا هو اللي تهجم عليا الاول، وبالاماره حتى اسال رمزي. مين رمزي ده؟ رمزي حضرتك ده المساعد بتاعي، بس هو ما كانش موجود معايا ساعه الخناقه يعني. واساله ازاي اذا كان هو ما شافش حاجه؟ اضربوه بقى واضغطوا عليه وكهربوه لغايه ما اعترف كل حاجه. الورق اللي عندي بيقول ان في شهاده معاك، مين هي؟ انا يا حضره الضابط، وهشهد بكل حاجه لانه القانون لازم ياخد مجراه. انت هتعملي فيها امينه رزق؟ خلي بالك انت الشهاده الوحيده، وشهادتك دي هتحدد مين الجاني ومين المجني عليه. الاستاذ عادل ايه هتهزري ولا ايه؟ الاستاذ عادل ده. طب وابحاثك ايه ودراساتك نسيتي ولا ايه؟ هتسيبني ادرس حالتك؟ كل اللي انت عايزاه اعمليه براحتك. هتستحمل؟ هستحمل، ده انا مستحمل رمزي مش هستحملك. هتتعب. ولا يكون عندك اي فكره يا حضره الضابط. الشهاده هتقول شهادتها. شهادتك يا دكتوره. انا ممكن اعرف عنك كل حاجه. حضرتك انا ممكن افضلك نفسي ساعه كل يوم اسمعك فيها ما يطلبه المستمعون. ساعه مش كفايه لاني هشتغل على محورين. محورين اللي هما ايه حضرتك؟ اول حاجه اني ادرس حالتك، تاني حاجه اني اصلح من شخصيتك السايكوباتيه. تصلحي من شخصيتي يا حضرتك؟ انا شخصيتي كده عجباني. يبقى خايف لا تنكشف. انكشف ايه؟ ده كلام فارغ. ده ايه اللي بتقوليه ده؟ العيال الصغيرين لما بيغلطوا بنقول لهم ده كده غلط ونصلح لهم. حضرتك ده بالنسبه للعيال الصغيرين، انت شايفه ان انا عيل صغير؟ ما انا شنب اهو، كان عن شنب وحلاق. ده مجرد تشبيه. حضرتك كده شكلك جايه تهزري. خلاص بلاش، اطلع على النيابه واقول لهم. لا حضرتك نيابه ايه؟ عيب ان دكتوره حضرتك زي في مقام حضرتك تروح النيابه؟ عيب يعني؟ ما انت اللي مش راضي تقتنع. هم يومين استحملهم ويا دار ما دخلك شر. ما الشر دخل خلاص حضرتك. يعني عموما ايه المطلوب مني؟ انك تتعاون معايا. حاضر هتعاون معاك. وتعمل كل اللي انا بقولك عليه. كل اللي بتقوليه عليه لا دي ما اضمنهاش. هروح النيابه. اضمنها برقبتي. تروح تقول لهم في البيت ان انا جايه من المحافظه عشان ادرس حالتكم واديكوا شقه. موضوع الشقه ده من امتى؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت؟ بتحدف كتاكيت، ثلاث اوض وصاله يا سناء. والله ما انا عارفه يا ابني هتعمل ايه في الشقه لوحدك لما نسيبها ونمشي. افهم من كده ان الاستاذ عادل شخص انطوائي؟ لا لا يا حبيبتي، عمره ما لبس طوائي. طوائي؟ ما شاء الله يا ماما دايما بتنصفيني كده الحمد لله. طب ولما كبر كانت شخصيته بتميل للعنف؟ نيفر ايفر بيبي. بيبي ده ما فيش زيه، ده زوج مثالي طول عمره كده، يعني هادي كده واليف. اليف؟ انت بتتكلمي على قطه، فاضل تقولي ان انا ما بخربش يعني. طب عمره ما زهق واتعصب عليكم؟ ولا ليه ولا لا، ده اوفر اوفر ومقفر في كل نرفزاته على طول كده يعني، لكن على طول كان بيهدى شايف يعني. وياسمين كان بيذاكر لها؟ هو بابا لما بيرجع من الشغل بيقول انا تعبان وماما هي اللي بتذاكر. انا متهيألي بقى يا جماعه تقوموا بسرعه بقى تحضروا الاكل عشان هي تاكل وتلحق تروح يعني. بس انا لسه معرفتش عقدتك. حضرتك عقدتي ايه؟ مفيش اي عقده ولا اي حاجه الحمد لله، وحضرتك انستينا وشرفتينا ونورتينا، واديك عرفت المطرح وسلام عليكم. ايه ده وبدري كده؟ طب يلا مع السلامه، براحتك موبايلات بقى. عادل انت بتطردها ولا ايه؟ مش بطردها ولا حاجه، بس هي مستعجله لانها لازم تلحق متو الانفاق، لازم تروح لاهلها بدري يعني. ما تحملش هم، انا قاعده معاكوا شويه كمان وانت تبقى توصلني بعربيتك بعدين. ده انت داخله على طمع بقى. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. اهلا وسهلا بحضرتك، واحد يحضر لنا العشاء بقى. عادل احضر العشاء يعني ولا؟ يا ماما حضري العشاء عشان تلحق هي تتعشى وتروح منوره. قول لي يا رمزي. نعم.
الاستاذ عادل بيعاملك ازاي؟ هو حضرتك بيعاملني بالشهر مش باليوميه. حضرتك ده متخلف عقليا، انت بتساليه وبتتعاملي معاه كبني ادم يعني. واضح ان عندك عقده اضطهاد تجاه الاخرين. الله الله، وكمان هتطلعي لي عقد؟ انا مش عارف حضرتك دايما تطلعي فيا القطط الفطسانه. خلي بالك انا العلم كما بيزيد عليا الضغط انا مش عارف انا ممكن اعمل ايه. برافو برافو. برافو ايه؟ انت مبسوطه مني ولا متضايقه؟ يا ستي ما ترسيلك على حال، لا وشوفي لك دكتور نفسي يعالجك. يا استاذ عادل انا كنت بس بنكشك عشان اعرف اللي في دماغك. حضرتك انت تعبتي دماغي خالص بجد، انا مش عارف اعمل ايه بعد كده يعني، وعماله بتسالي لي في رمزي وعماله مرمطه انا والعيله كلها، مش عارف اعمل ايه اعمل ايه. بصي انا بجد مش فاهم انا ممكن اعمل ايه. استاذ عادل انت بتشجع العنف؟ لا حضرتك انا بشجع الترسانه. انا حسبت لك كلامي بالدليل القاطع. رمزي خدامك، انت تعبان في الشغل هنا مش كده؟ انا ايه هتقول تعبان؟ حضرتك انا شايله على كفوف الراحه، وحضرتك لو بصيتي لوشه والقفاه كده هتلاقي كفوف الراحه معلمه عليه. وانا بعد اذن حضرتك يا ست هانم يعني كنت عايز اقول حاجه صغيره. ما تبطل امور التسول ده، تقعد تقول لا ون 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 السهبل. يلا انا قلت لا ون 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 كده تقف عليك قدام الدكاتره. ماشي بص حضرتك، هو ابن عمي بس يعني اعصابه ساعات بتوسع يعني. اعصابي بتوسع لان اعصابي لو ضقت هتخنقك يا رامز. شايفه بيقول هتخنقك ازاي قدام حتى ماشي. رمز يا ابني ايوه اسمع كلام الاب الروحي بقى. انا واثقه ان انت بتتعب هنا اهو، شغل ومسح وكنس وتنظيف، بس كل ده هيتغير دلوقتي. الواحد ظهره اتقطم النهارده من شغل البازار اللي انا اشتغلته ده، انا عمري ما اشتغلت كده. هانت استحمل. ماشي ماشي ماشي. سوري يعني عادل، كنت عايزه اكلم معاك في امور عالقه منذ زمن، فبس على انفراد يعني في سريه تامه. اتكلمي يا مدام، انا مش غريبه ولا ايه يا استاذ عادل؟ طبعا دكتوره هبه مش غريبه، دي تعتبر واحده من العيله دلوقتي لدرجه ان انا بفكر اضيفها على البطاقه. اول طب هات 5 جنيه بقى عشان عايزين نجيب سكر. اديها. 5 جنيه تجيبي سكر؟ ده وضع طبيعي ان راجل البيت هو اللي يدفع الفلوس بتاعه السكر، وادي 5 جنيه اهي. ايه ده بكل بساطه كده؟ طب طالما كده بقى هات 10 جنيه. ايه 10 جنيه ليه؟ ما انت لسه واخده ال 5 جنيه ولسه ما بردتش في ايدي. انا حر؟ عايز اجيب شاي. عايز اجيب شاي ب 10 جنيه؟ بقول لك ايه، ما تجيبي شاي من ابو 3 جنيه وتعملي لنا شاي خفيف بالمره يعني، عشان هو عايز 10 جنيه. قوي قوي، اتفضلي 10 جنيه اهي. انا مش مصدقه نفسي، عادل بيديني الفلوس كده بسيبان ده، ايه الهلا اللي انا فيه ده يا ربي؟ طب هات 20 جنيه بقى. اكيد طبعا عايزه تجيبي الكوبايات اللي هتحط فيها الشاي. لا عايز اجيب براد. براد؟ اما الفتره اللي فاتت كنتوا بتعملوا لنا الشاي في ايه؟ في كوز يعني. حاضر حاضر، يلا هانت ونخلص. عادل نسيت اقول لك حاجه، المكواجي قافل 3 ايام، جات له ضربه شمس في الغالب. احسن يستاهل، اصل المكواجي ده يعني رخم. بقول لك ايه يا عادل، بمناسبه يعني المكواجي اللي غايب بقاله 3 ايام والله اعلم هيغيب اكتر من كده، ايه هتعمل ايه في قمصانك دي؟ مين هيكوهم لك القمصان دي؟ همكوا انتوا بقى في مكوتها بقى يا سناء. يلا ليه فاكرني جاريه ماجرها لك ماما بالاجره؟ اكويهم انت. ازاي يا استاذ عادل؟ ايه حضرتك انت فزعتيني، انا افتكرت ان انت مشيتي، انت لسه قاعده. انت متواكل؟ متواكل؟ لا والله انا لسه ما اكلتش، انا مستني الاكل على النار يعني. يعني بتعتمد على غيرك في الشغل اللي انت المفروض تعمله بنفسك، وده كله لازم يتصلح. ماشي حضرتك ماشي. سناء يا حبيبتي. بص يا سناء، انا خلاص ما تكويش القمصان وانا مش هكويهم ولا حد يقرب لهم خالص، لان بعد كده الدنيا حر هنزل بالحمالات. ها خلاص يا سناء يا حبيبتي، سيبي لي القمصان وانا هكويهم هكويهم. طب بالمره يا عادل، بما انك هتكويهم هتكويهم، عندي 15 فستان و13 جيبه و14 تيشيرت، ممكن تكويهم لي معاك؟ قوي قوي، ولو عندك كمان هدوم عايزاني اخدهم فمين تحت امرك. ولا تقلق، المره الجايه هبقى اعمل حسابك. ماشي ماشي يا عادل. عادل خلاص، انا شفت بابا شفت بابا، مش قادره انا خالص. انا الجوانتي بتاعي اللي بغسل بيه الطبقات انا مش لاقياه، ومش ممكن اغسل طبقين واحد من غير الجوانتي ده. طبقين واحد هتغسليهم بجوانتي؟ ده الجوانتي ده اكيد هيتلخبط. بصي يا حماتي سيبي الاطباق عنها ما اتغسلت. ها بصي يا حماتي سيبي الاطباق انا بغسلهم مكانك يا حماتي. يا سلام يا حبيبي يا عادل، tu es très gentil. حضرتك في حاجه تاني؟ هي والدتك فين يا استاذ عادل؟
حضرتك اصل ماما يعني بتحب ساعه المغربيه تريح شويه. يعني انت ما بتقعدش معاها وتتكلم؟ اه لا حضرتك بقى من غير ما تقولي ها ولا اي حاجه انا هقوم هصحيها واقعد ارغي معاها لغايه ما تزهق مني. بابا ممكن تشرح لي الدرس ده؟ ده ايه ده؟ جغرافيا؟ ايه ده جغرافيا؟ دي جميله جغرافيا. عودي يا حبيبتي عودي. يد 2 كب الف 4 ومحمد علي ودخل القلعه ومحمد علي دخل القلعه. يا ابني ما تخلص اكل بقى خلينا نقفل البازار ونروح يا ابني. يا دولا يعني بلاش اشحن تشحن؟ ما انت بقى لك قد ايه بتشحن يلا؟ ده انت واكل يخرب بيتك اكلته كله. يلا خلص يلا. ما تخافش يا رمزي كل عايز اشرب. انت الكباب عمالك عينيك كمان؟ ما هو يلا الميه قدامك اهي والكوبايه اشرب. مش قادر يا دولا والنبي اتقين يا دولا اتقين. كابس على صدرك مش قادر تتحرك. ماشي هسقيه بسرعه كمان بسرعه. حاضر معدنية الله يرحم ميه البطاريه. اشرب يا شبعت يا رمزي؟ مش عارف ايه يا مش عارف. يخرب بيتك بعد ده كله مش عارف. ده بطنه قربت تفرقع حضرتك. ده واكل 3 كيلو. الحمد لله شبعت بقى دول. انا هدخل بقى دول المخزن عشان انام بقى. ايوه خش نام وخد معاك بقيه الاكل ده عشان تفطر بيه عشان بكره عندك شغل. الاكل ده يكفيك اسبوع. ماشي يا دوله اسبوع على خير. يلا هي بكره خلاص الحمد لله الكابوس هيروح. ما قلتليش يعني ان بيجيلك كوابيس. لا ده كابوس جالي من يومين كده بس ان شاء الله قرب يمشي. فهمتك يا لئيم. ما تروحي بقى يا ست انت اكيد في البيت عندك قلق عليكي. مش ماشيه الا لما اشوف انت عملت ايه النهارده الاول. عملتي ايه النهارده حضرتك؟ ما انت طول اليوم قاعده معايا وشايفه كل حاجه بنفسك. ايه ده بتعملي ايه؟ عضلات وشك فيها معاناه. ده مش عضلات وشي بس ده كلي. ضميرك مرتاح؟ لا. ليه؟ عشان حاسس ان في شوكه في زوري. طب احساسك ايه وانا رايحه بكره النيابه؟ اشهد واطلعك براءه. احساسي ان اخيرا الحمد لله يا رب غمه وهتنزاح. بس عارف انا محتاجه يومين كمان عشان ادرسك فيهم. يومين ايه؟ لا ما احنا خلصنا الحمد لله ورايحه النيابه. احنا اتفقنا على كده. يومين ايه؟ انا بفكر اكلم وكيل النيابه يديني مهله كمان يومين عشان ادرس حالتك عدل. يومين كمان؟ ده انا اليومين اللي فاتوا طلعوا لي كلو في دماغي. كلو؟ يبقى لازم ادرس الكلو ده. زي ما اكون تعبان وارتحت زي ما اكون عطشان وشربت ده اللي انا بشعر بيه يا حبيب. زي ما اكون تعبان وارتحت. الله يا دولة الله. انت كنت في الحمام يا دولة؟ يلا هو دخول النيابة مش زي خروجها يا ابني. ده انت ما تعرفش النهاردة وكيل النيابة قال لي ايه. قال لك ايه يا دولة؟ قال لي غور ياض من وشه وعلى الله اشوفك هنا تاني. انا حاسس ان انا اتولدت من جديد. يلا نعمل بقى عيد ميلاد بقى يا دولة. لا مش هنعمل عيد ميلاد. هنعمل حاجة تانية خالص. ايه يا دولة ايه؟ اللي انا قلت لك عليه. انا عايزك بقى تنظف لي البازار ده حته ما الاقيش فيه حته ترابايه واحده. فاهم يا اد ولا لا؟ انا تخليني اجيب لك كباب. انا اد تخليني اشربك الميه بايدي ياض. ايه دول يعني هم احسن مننا في ايه يعني؟ اللي بياكلوا الكباب دول اي حد في الدنيا بياكل كباب بياكل فول وطعميه احسن منك يا رمزي. انا تخليني اشربك ميه. ما هي دول بصراحه يعني اللي يلاقي دلع يا دول وما يتدلعش يبقى غبي. انت غبي بدلع او من غير دلع. يلا روح نظف كل اللي بقولك عليه. اتكل على الله. حاضر بقى دوله بقى. الله دوله. الا صحيح يعني ابو الهول مناخيره مكسوره ليه يا دوله؟ مناخير ابو الهول اتكسرت ليه؟ ايوه دوله يعني كان مثلا هو عنده زكام. لا كان عنده زكام مثلا مسك منديل راح. لا كسر مناخيره. يهبل. لا دي حكايه طويله. انا احكيها لك؟ يا ريت يا دوله. ماشي. ما تحكيش الا لما اجي لك يا دوله. يلا ماشي يا دوله. يا مدرسه. احكي يا دوله احكي. بص يا سيدي
تسمع انت طبعا عن واحد اسمه نابليون بونابرتر؟ لا يا دولا ما عرفوش ده، ما سمعتش عنه قبل كده. يا نابليون بونابرتر يلا ده معروف جدا، ده بتاع قائد الحمله الفرنسانويه على مصر يلا. هم جم عندنا يا دولا كده ولا ايه؟ الفرنسانويين بقى ما جم مصر ومعاهم بقى نابليون، كان هو بقى الزعيم بتاعهم. فجي بقى مصر، لما احتل مصر بقى ايه، راح سرق كل الاثار وكل الحاجات اللي في مصر دي وخد معاه على فرنسا. يا ابني ايه ده، يعني كل الحاجات اللي عندهم دي يا دولا بتاعتنا احنا اصلا؟ امال ايه، انت لو مشيت في الشارع في فرنسا كده هتلاقي مثلا ميدان محطوط في وسطيه مسله، دي واخده من عندنا. تلاقي ميدان تاني محطوط فيه اللي هو برج ايفل ده اللي هو عندهم، ده واخدينه من عندنا. يا خبر ابيض، دول كلهم يا دولا برج ايفل والمسله والحاجات دي كلها. يعني عارف حتى بعد ما شالوا المسله حطوها عندهم وراح شالوا برج ايفل، حتى تلاحظ هم مسمينه ايه، برج ايفل المائل. ليه؟ لان ما كانش معاهم ميزان ميه، بعد ما فكوه من عندنا وراحوا يركبوه تاني مال منهم كده فسابوه مائل بقى زي ما هو. يا ابني يا مدرسه يا دولا، يا مدرسه ايه المعلومات دي يا دولا؟ الله الله يا دولا. طب وبالنسبه بقى يا دولا لمراخير ابو الهول، يعني كسرت ازاي؟ قول اساسا ابو الهول اتبنى ازاي؟ لازم تكتسب المعلومات مني يا ابني، انت مش هتلاقي الفرصه دي. ماشي يا دولا، انا اسف يا دولا. ابو الهول اتبنى ازاي اصلا؟ ابو الهول بقى اللي بناه ابوه، يعني ابو الهول نفسه هو اللي بنى اللي هو التمثال بتاع ابو الهول ده، عشان ايه؟ تخليدا لان ابنه كان نجح في ثانوي هول يعني، فراح جاب له الحكايه دي. يعني ابو الهول ده كان ليه ابن يعني اسمه هول؟ وسموه هول عشان ام هول ولدت هول في الصاله في الهول يعني، فعشان كده سموه بقى هول، وده ابو الهول ودي امه هول وكده. طب وكسروا بقى مناخيره ليه يا دولا بقى؟ ما هو نابليون بونابرتر ده اما جه مصر ايه، بعد ما سرق بقى برج ايفل وبعد ما سرق الحاجات دي كلها، ما عرفش يسرق اللي هو التمثال نفسه بتاع ابو الهول ده، فبكوعه راح كسر مناخيره غلاوي. يا سلام، يعني هم سرقوا المسله وسرقوا برج ايفل وما عرفوش يسرقوا ابو الهول؟ لا ما هم كانوا عارفين يسرقوه، بس هم وجايين بالعتله ولا اهل مطك دي اللي تخليه مش هحكي لك حاجه تانية، وانت اللي مش هتستفيد من معلومات التاريخ اللي انا بقولها لك. يا دول ما انا عايز افهم يا دول، واحده واحده يعني. من غير ما تفهم اللي انا اقوله لك تاخده كده اهو وتمشي بيه على طول. ماشي يا دول. روح روح يلا، نروح ننظف البازار. يا دول هو ابو الهول مش هحكي لك تاني، مالكش دعوه. كان قاعد ليه كده يعني؟ متضايق منك، متضايق منك ولا منهم ولا ننظف البازار. ماشي بقى، ومش عايز تمثال على نقطة التراب. ماشي يا اخويا، ماشي يلا نضف الكل شويه، نضف البتاع.